يعتبر اللباس التقليدي مفخرة لكل الشعوب التي تحترم تراثها المادي واللامادي، والبلوزة الوهرانية والقندورة الوهرانية قطعة من روح وهران وتراثها الذي يأبى الاندثار. تقول بعض المصادر أن أصل البلوزة يعود إلى مدينة تلمسان العريقة، وانتشرت منها إلى وهران وأصبحت قطعة منها، على عكس ما يتم الترويج له بأن البلوزة مستمدة من لباس زوجة نابليون الثالث التي زارت الجزائر مع زوجها سنة 1885، بل هي من صنع وإبداع المرأة الوهرانية وولد من رحم بيئتها. ظهرت البلوزة في القرن السادس عشر، وقد كان شكل هذا الفستان الأسطوري عبارة عن عباية فضفاضة طويلة تحتوي على جيبين، واتخذ شكلا آخر بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح يطلق عليه اسم البلوزة، ثم تطور بعد ذلك بإدخال التعمير في الجهة الأمامية العلوية وأصبحت عبارة عن قطعة قماش يخاط به الثوب ويضاف إليه الصدر المطرز والمرصع بالأربيسك والأحجار الملونة ومعبأ بالخرز والعقيق، ومنها ما هو مطرز بطرز خاص والذي يعتبر أغلى الأنواع في مجال الأقمشة، وتكون بصدر مفتوح إلى غاية الأكتاف، وعادة ما تكون ذات أكمام قصيرة، ويضاف إليها الحزام الذي يكون في الكثير من الأحيان شبيها بشكل الصدر والأكمام، وهناك من يفضلن لبس حزام الحلي من الذهب أو الفضة، وتحت هذا الثوب تلبس المرأة لباسا آخر خفيفا يطلق عليه في العامية اسم الجلطيطة، والتي تكون من نفس لون القماش تقريبا ويختلف بحسب طريقة التفصيل وتطريز الصدر والأكمام. ونظرا إلى قيمتها التاريخية والتراثية، يحتفظ المتحف العمومي أحمد زبان بوهران بعشرة نماذج من البلوزة الوهرانية يعود تاريخ تصميم البعض منها إلى النصف الأول من القرن العشرين وأخرى إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات. وبالرغم من التطور والتغيير الكبيرين الذي عرفته البلوزة، إلا أنها لم تختفي من ورشات الخياطة أو من رفوف المحلات التجارية، وبقيت إلى حد الآن قطعة مهمة في جهاز العروس.